هي أقوال. أنا حقول لجنابك على كل حاجة يا بيه. قول. حسام بيه كان موانس مع الكبير يا سعادة البيه. ويطلع مين حسام بيه؟ ومين الكبير ده؟ حسام بيه الهلالي الضابط اللي قتل الكبير، والكبير يبقى المعلم منصور الله يرحمه. وكان موانس معاه ازاي يعني؟ ما هو كان فيه شغل بيناتهم يا سعادة الباشا، وحسام بيه الهلالي كان بياخد نسبته في كل عملية بيعملها للكبير على داير المليم يا سعادة البيه. كمل. وبعدين يا سعادة البيه في يوم حسام بيه طمع وطلب من الكبير نسبة أكبر من اللي بيديها له يا سعادة البيه، راح الكبير رفض. حسام بيه خلي بيه يا سعادة البيه وكبس على الرجالة هما بيستلموا البضاعة، كل ده عشان يلوي دراع الكبير. وراح يا سعادة البيه قتل له جابر ولده الكبير وسجن له دياب ولده الصغير. راح الكبير ما كتبش خبر وراح قتل مرات حسام بيه الهلالي. حسام بيه النار قادت في قلبه، راح قتل الكبير عشان ينتقم منيه يا سعادة البيه. وايه دليلك على الكلام اللي بتقوله ده؟ هو ولا مؤاخذة يا باشا، الحاجات دي عليها دليل. طب ده حسام بيه بعد كل عملية ما كانش بيبقي من حسابه للكبير الله يرحمه ولا مليم واحد. كمل. وبعدين؟ هقول لك يا باشا، الكبير الله يرحمه كان راجل حجاني ويخاف ربنا. ده حتى في اواخر ايامه بعت لحسام بيه في شقته اللي هي بتاعت مساكن الضباط دي صندوق مليان فلوس. يعني لو حضرتك كده دورت ودعبست ممكن تلاقيه. عندك اقوال تانية؟ انا قلت اللي خلص ذمتي قدامك يا باشا. عشان ده انا مش فاهمه انت جايه تباتي عندنا ليه وسايبه بيت جوزك. قصدك بيت اهله يا ماما؟ اهله هم اهلك يا بنتي. عندك حق يا حسام، بس انا مش فاهمه بقى امتى هنروح بيتنا ونرجع نعيش لوحدنا تاني. يا بنتي واحده واحده، وبعدين اللي ماتت دي مش قطه، دي اخته الوحيده، باين لازم يبقى مع اهله في الظروف اللي زي دي. طيب يا ماما، اهو مسافر اسيوط عنده قضيه وهيغيب فيها 3 ايام، سيبيني بقى اقعد معاك اونسك شويه بدل ما اخواتي طول الوقت سايبينك لوحدك. والله عندك حق يا بنتي، إلا محمد ده ما بيحبش قعدة البيت أبدا، ده خلص القعدة من هنا وخد عروسته وجاري يسهر بيها بره. سيبيهم ينبسطوا يا ماما شوية. معاك حق يا شاهين، سيبيهم ينبسطوا يا ماما شوية. ربنا يبسطهم يا رب. آمين يا رب.
سيادة المقدم حسام. ايه يا باشا، انا المقدم حسام. اتفضل معاك. اتفضل معاكم. على فين يا باشا؟ عندي امر بتفتيش شقتك. شقتي تتفتش ليه يا باشا؟ يا فندم شقتك اللي في مساكن الضباط. يا باشا حضرتك متأكد؟ أكيد في حاجة غلط، في سوء تفاهم، إختار مش مظبوط. لا مفيش حاجة غلط حضرتك، لما نفتش هتعرف. وعموما إحنا معانا إذن من النيابة. أنا آسف يا فندم مرة تانية، ويا ريت ما نضيعش وقت بعض. يا فندم أكيد في حاجة غلط. استنى شند، مع إذن النيابة فعلا. المهم يا ابني خلاص يا ماما مفيش حاجة. طب حسام عايزها؟ في حاجة غلط أكيد، هعرف فيه وأجي على طول، ما تقلقوش. يلا ماشي يا باشا، أنا تحت أمرك. توكل على الله. بتفضل. يلا ما تفرجوش علينا الشارع. يلا خلي بالك من نفسك، خدي امك وادخلي. يلا اتفضل يا باشا، امشي قدام. اتفضل يا بيه، البيت كله قدامك، حضرتك تقدر تفتشه ملي ملي يا باشا. اتفضل. صاروا في البيت كمان. صاروا في البيت. هاجي اساعدكم يا باشا، مش قصور شغل دي يعني. الصندوق ده بتاع احسن بيه. بتاع كنت جايبه ايام الله يرحمه، حته من جهازي. اي نعم يعني مش غاليه بس اهو. والفلوس اللي جواها دي؟ الفلوس دي انا ما اعرفش عنها حاجه. مش حسام بيه، احنا اسفين، مضطر اقبض عليك. طب تفسر بايه وجود صندوق الفلوس اللي لقيناه في شقتك؟ قلت المعاليك 100 مره ما اعرفش عنه حاجه. امال دخل شقتك ازاي؟ نقول تاني، سعادتك الصندوق بتاعي ملكي، اللي جوه الصندوق انا ما اعرفش عنه حاجه. يعني بالبلدي كده سعادتك حد حط الفلوس دي جوه الصندوق؟ بس المعمل الجنائي اثبت بالمعاينه ان مفيش اي كسر في كالون الباب، ونوافذ الشقه كلها سليمه. يعني اللي دخل دخل بالمفتاح. معاليك احنا بشر بني ادمين، واجل من لا يسوى، ممكن اكون نسيت باب مفتوح، شباك مردود، واللي دخل دخل منه يا فندم. ده وارد برضه، بس المعمل الجنائي اثبت عدم وجود اي بصمات لاشخاص مجهوله داخل شقتك. يا باشا احنا رجال قانون، وانا رجل شرطه، يعني بالوايم كده اللي هيدخل يعمل عامله زي دي لا هيسيب بصمات وراه، يا اما هيلبس جوانتي. انا عملي كرئيس نيابه مبني على البراهين والاثباتات، مش بالوايم يا سياده المقدم. بقول لك ايه؟ ما تعترف يا باشا. ما صحش كده يا فندم، ما صحش كده، والله العظيم ما اعرف حاجه عن الفلوس دي. ثبت بالمعاينه وجود مبلغ 250 الف جنيه جوه الصندوق، واقرار الذمه الماليه اللي انت قدمته خالي من المبلغ ده، وده معناه ان في شبهه تواطؤ بينك وبين مجموعه المهربين. يا فندم مجرم، مجرم انا قابض عليه قبل كده 100 مره، طبيعي انه يعمل كده يا باشا. وبعدين يا فندم انا ليا اسم في الداخليه، حضرتك تقدر تسال زمايلي عندي وتشوف ملفي، يقول لك مين حسام الهلالي. بقول لك ايه، اهدى بقى كده وقول لي ايه مصدر المعلومات اللي كنت بتبلغ بيها الاداره بتاعتك عن مجموعه المهربين دول. كنت زارع وسطهم واحد سعادتك، يعني بالبلدي كده مرشد، بيجيب لي اخبارهم اول باول. اسمه ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اسمه طاهر المصطيه يا باشا، بس من فضل معاليك لو هتستدعيه تستدعيه في سريه تامه. ليه؟ علشان لو عرفوا هناك البطاطش هيذبحوه، وهيغيروا سيستم شغلهم كله، ونرجع من تاني بقى حورين يا كيكه والسلاح يملى البلد. وهو كذلك. هل لديك أقوال أخرى؟ لا يا فندم، سعادتك لديك أوامر تانية. أمرنا نحن بشام رشوان رئيس النيابة استدعاء السيد طاهر المصطيهي المشار إليه في المحضر لسماع شهادته في سرية تامة.
كما أمرنا بحبس المتهم حسام نجيب الهلالي 4 أيام على ذمة التحقيق وأقفل المحضر في ساعته وتاريخه. اتفضل سعادتك امضي على المحضر. علاقتك بالمقدم حسام نجيب الهلالي؟ علاقتي بيه زي الفل. زي الفل؟ وضح كلامك، يعني ايه زي الفل؟ يعني مفيش اي حاجة الا كل خير. المقدم حسام قال في اقواله ان هو اللي زرع الكعاميل وسط مجموعة المهربين، وانت اللي بتبلغوا اخبارهم اول باول. الكلام ده مظبوط؟ ايوه مظبوط مظبوط. هو اللي زرعني، حسام بيه جابني من البوفيه بتاع ادارة المباحث. ماني اصلي كنت متطوع هناك بعد الجهادية، وعلى رأي المثل يا باشي ان فتك الميري اتمرغ في ترابه. وبعدين انت تحكي لي قصة حياتك؟ ماني جاي لك في الكلام يا باشي. حسام بيه استنقاني من وسط ناس يامي عشان يجندني زي عملة رأفت الهجان كده، وعمل لي تاريخ اجرامي على قدي وبالمستندات. قال ايه؟ اني فلاح من كفر الشيخ، مع اني اني اصلي من كفر الور شبين القناطر اليوبي. وبعدين؟ وبعديه راح رميني في السجن مع فؤاد. فؤاد مين؟ فؤاد يا باشي، يا سلام، فؤاد ده كان اهم واحد من رجالة البطاش، واني كانت كل مهمتي اني اخليه يثق فيي ويشغلني عند البطاطشة. وبعديها جاله المرض البطال اللهم احفظنا ومات. يعني حسام ما كانش له علاقة مباشرة مع منصور البطاش او حد من ولاده؟ كدب خيبة يا باشي. قول. اني ما اعرفش. يعني ايه ما تعرفش؟ انت مش شغال عندهم؟ طب انا هقول لك ايه، ما هو اصل حسام بيه يعني هو اللي نقاني عشان اقوم بالمهمه دي. من بعد ما كنت عامل بوفيه بقيت ايمي، يعني من الاخر جمايله مغرقاني. يعني ايه؟ عايز تقول ايه؟ وضح كلامك يا سعاده الباشي. العين ما تعلاش على الحاجب. انا كل مهمتي هناك اني اراقب اللي بيحصل واقوله لحسام بيه، لكن لا اقدر اساله ولا راقبه. انت بالك قد ايه شغال عند البطاطش؟ بقالي 2 سنين، وكل مره كنت انزل فيها مصر كنت اجيب لحسام بيه كل الطلبات اللي بيطلبها مني. طلبات زي ايه؟ يعني زي ما تقول كده، شويه كركديه، على شويه فول سوداني، على شويه فسيخ. وطبعا هو كان بياخد الحاجات دي وما بيدفعش فلوسها كالعاده، وانا اقعد معاه يسالني سؤالين اجاوبه باللي في النصيب. طب من عشرتك لمنصور تعرف عنه انه ممكن يجند ناس في الداخليه لحسابه؟ ده كلام برضك يا باشي. يعني هو لو هيجند ناس في الداخليه انا هعرف؟ ده انا هناك ماليش لازمه، ده انا هناك خدام. خدام يا سعاده الباشي، والكبير لا يمكن يقول حاجه زي دي قدامي. هل لديك اقوال اخرى؟ لا يا باشي. طيب وقع هنا. يعني لازما يعني حكاية توقع دي؟ طبعا. مش هي دي أقوالك؟ أيوة أقوالي، بس يعني حياة أبوك يا شيخ، وحياة نور عينيك، وحياة الغالي عندك، اللي أنا قلته دي يفضل سر بيني وبينك، لأن دي ممكن يروح فيها رقبتي. اطمن. الله يطمنك، الله يطمنك يا أمير يا ابن الأمرة يا سكر. يا باشا انا عندي شهاده مهمه ومصر ان انا اقولها علشان اخلص ضميري قدام ربنا. اتفضل قول. انا شفت المقدم حسام وهو بياخد شنطه من 2 رجاله قبل العمليه، وكان ناوي. انت متاكد؟ انا ساعتها ما كنتش مهتم بالموضوع وما خدتش بالي ان الرجاله دي تبع منصور، بس بعد الاتهامات اللي اتوجهت له اتاكدت شكوكي، عشان كده جيت اخلص ضميري قدام ربنا. انت عارف ان اللي انت بتقوله ده في دليل إدانة واضح للمقدم حسام؟ يا باشا هي دي الحقيقة، والمقدم حسام غلط ولا غلط لازم يتعاقب. أمرنا نحن ورئيس نيابة شرق القاهرة تجديد حبس المتهم حسام نجيب الهلالي 15 يوم على ذمة التحقيق، على أن يراعى له التجديد في الميعاد. جايل يا ست المقدم، زي ما بيقولوا حدانا في الصعيد، اول الرقصه حنجلي والنسر اللي معلقه على كتافك هخليه ينهش بقلبك نهش، وقول لك تار منصور الكبير ما راحش.
والله العظيم يا محمد ما اعرف حاجه عن الفلوس دي. انت تصدق ان اخوك يعمل كده؟ طبعا لا، انت بتحلف لنا يا حسام. تلاش ان شاء الله ربنا هيقف جنبك ويظهر برادك. انت مين عامله فيك الواد حامد؟ عارف عارف، ومش مستغرب ان هو خسيس، بس يبقى خسيس لدرجه انه ضيع مستقبلي ليه؟ ليه؟ انا وراه لحد ما يعترف انه شهيد زور. مش هعترف، مش هعترف، وما تتعبش نفسك، ده ما صدق يصطاد في المال عكره عشان يوسخ سمعتي، فاكر انه كده هيركب في الاداره. اقسم بالله ما هنيه على ساعه واحده فيها. انا عايز اعمل توكيل لساير عشان يدافع عني. احنا طلبنا من ساير انه يمسك القضيه ورافع. ساير اتغير قوي معانا احسن من ساعه ما اتقبض عليك. انا كمان بقول ما شفتوش يعني في تحيات النيابه. ما تشيلش هم يا حسام، انا جبت لك اسماء وعناوين اكبر محامين في البلد، اختار اللي يعجبك عشان تعمل له توكيل. خلاص اخترت. مين يا حسام؟ انت يا شاهد. ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش هلاقي حد قلبه عليا زيك. بس انا ما اقدرش اتحمل مسؤوليه كبيره زي دي، انا لسه محاميه صغيره. الموضوع مش محتاج محامي كبير، الموضوع محتاج حد بيحبني وقلبه عليا وواثق ومؤمن ببراءتي. انا مش عارفه اقول لك ايه. قدها وقدود يا استاذه. جرايه يا امي، ما تقلقيش. على عيني يا ابني اشوفك في الوضع ده. ما تقلقيش يا امي، انت بس ادعيلي، ادعيلي وربنا كبير. ان شاء الله خير يا ابني، ان شاء الله خير. يا رب يا ماما. يا رب يا رب. مالك يا سيدي الناس سرحان في ايه؟ ده انت المفروض تفرح فرحه كبيره النهارده. قصدك عشان ود الهلال؟ ايه طار عنده حق يا سيد، الفرحه بقالها زمان ما صارتناش. معاكم حق، لو ما فرحناش النهارده هنفرحوا ميتي. طب ايه رايك نحتفل ونجيب تورتايه كبيره؟ تورتايه؟ والله وعرفت تقول تورتايه يا ابن بتعة الكتعه. لا عجل، ولا اقول لكم تلات عجول نذبحوهم ونفرقوا لحمهم على الغلابه ونرمي دمهم لقروش البحر، ونوعدوهم انه المره الجايه مش هيجتمعوا على دم عجل، دول هيجتمعوا على دم ود الهلالي. ايوه يا سيدي، بس ثلاث عجول كتير وعجل واحد برضه كتير. انا رايي نرجع لفكره وهدان ونجيب تورتايه بس تكون صغيره. لا انا قلت ثلاث عجول يعني ثلاث عجول. ايوه يا سيدي، بس ده احنا بنقول يا حيطه دارينا، وهنلاقي فين حيطه دارينا في الهو اللي احنا فيه ده؟ بتقول ايه انت وهو؟ انا ما فاهمش حاجه. انطقوا. ما فيش اخرس اخرس يا وهدان، انا قلت لك 100 مره ما تقولوش ان ما فيش فلوس. ما فيش فلوس؟ هي حكمة ما بعتش معاك فلوس يا طاهر؟ منين يا سيدي الناس؟ ما خلاص الترعة جفت وبانت ضفادعها، والست حكمة ما بقاش حيلتها حاجة من ساعة ما الكبير مات الله يرحمه. ومين اللي كان يصرف عليا المدة دي كلها؟ انطقوا. اللي بيصرف اخرس يا وهدان. ايه هو اني فيه فرق بيني وبين سيد ياب؟ ده اني لحم كتافي من خيره. ايه الكلام ده يا وهدان؟ اتفضل احكي احكي وارغي. دي الحقيقه يا سيد، طاهر هو اللي بيصرف علينا بقاله فتره، بس ما كناش عايزين نقوله لك. حملوني الوحده دلوقتي اتقلبوا. دايما كاسر فرح ابني، مفيش فوله بتتبل في بقك قدام. وبناء على ما قد سلف، فاني اطالب سيادتكم ببراءة موكلي من التهم المنسوبة اليه. خلاص يا استاذة، خلصت مرافعتك؟ في كلمة أخيرة بس تسمح سيادتك إن أقولها. اتفضلي. هي مش متعلقة بالقانون لكن مهمة. القانون دايما بيحكم بظاهر المستندات،
لكن روح القانون دايما بتبحث عن العداله فين ما كانت، حتى لو في ادله وشهود. وكتير من القضايا كان فيها ادله دامغه على الادانه، لكن في الاخر استقر ضمير المحكمه على عكس ذلك. سياده القاضي انا بعترض، دي محاوله للتاثير على هيئه المحكمه الموقره. الاعتراض مرفوض. اتفضلي كملي يا استاذ. كل اللي عايز اقوله سيادتك ان موكلي كان طول عمره حسن السير والسلوك، والكل بيشهد له بذلك. ده غير انه ضابط مسؤول عن تنفيذ القانون، وله كتير من الاعداء اللي بيتمنوا ان هم يلفقوا له قضيه عشان يخلصوا منه. فمش معقول ان احنا نساهم معاهم في ظلم ونشوه سمعته اللي عمرها ما تمسك بسوء. لذا اطالب من هيئه المحكمه الموقره بالرأفه مع موكلي وتطبيق روح القانون وليس تطبيق القانون نفسه. وشكرا. الحكم بعد المداولة. محكمة! ما تقلقش يا حسام. إن شاء الله برا. ما تقلقش. محكمة! يا حسام، المحكمة استعملت معاك الرأفة. بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً، حكمت المحكمة حضورياً على المتهم حسام نجيب الهلالي بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وأمرت بمصادرة المبلغ المضبوط.